عشان اتنقل من ستيت لستيت تاني تعتمد على ايه؟
one كان هنعمل ايه؟ هنتدرب الاضطراب يعمل ايه؟ يعمل سويتش. يبقى هو كل الحكايه رينج تاني السكيبلر ده عباره عن بستنى الاضطراب بتاع السيستم. اول ما يجيني الاضطراب بتاع السيستم اعمل ايه؟ اشوف الران بوينت ده كان بيشاور عليه. اللي بيشاور عليه ده هروح له واروح على اللي بيشاور عليه. يبقى الجديد ده بقى عباره عن ايه؟ الرن. واللي كان رن بقى ايه؟ اكل. وبقى موجود فين؟ في الاخر. ليه موجود في الاخر؟ لان ده رن. مين فاهم؟ قال لي الداتا ستراكشر مش محتاجين في الميني امبلمنتيشن دي الا يا دوب الستاك بوينتر اللي مشاور لي على الريجستر بتاعت الحاجه دي. والكرز الستاك بوينتر اللي هنا ده بيشاور على ايه؟ في الكرز الستاك بوينتر بيشاور على ايه؟ بيشاور على ستاك بوينتر الحاجه. في الكرز لو اسف الران بوينتر ده بيشاور عليه الستاك بوينتر ده بيشاور على الستاك بوينتر الحاجه الستاك بوينتر بتاع الريجستر. مين فاهم الكلام ده؟ تعالوا بقى نكتب سي لي لو انا عندي ثلاثة قاعدة الثلاثة تاسكس دول هيتحولوا لمين؟ ولا ده سيف؟ هيتحولوا لمين؟ ثلاثة سيف. يبقى الثلاثة تاسكس دول هيبقوا كأنهم برنامج واحد. البرنامج الواحد ده هسويتش من ده لده كل قد ايه؟ كل مين فاهم الكلام؟ هنشوف اول فانكشن احنا خدناها او اتكلمنا عليها المره اللي فاتت ازاي نقاد سريت ازاي ناخد التاسك ده ونحطه في الاوبريتنج سيستم. عايزين من الديليت الكلام ده. ديليت ليست اسمها ثريد كنترول لوك اللي كنا قلنا عليها المره اللي فاتت. قلنا ايه هي؟ هناخد منها المره دي ديليت دي اسمها اكتسيتي مش هناخد منها كده دي. بوينتر بيشاور على المعلومات بتاعت السريت قبل ما بتكون شرط. وقلنا المعلومات دي مينيمم هي ايه؟ ال 16 مينيمم هي ال 16 ال 16 دي بيستفيدوا منهم ايه؟ كل حاجه الستيتس بتاعت المكانيك دي اللي موجوده في الريجستر دي ار 0 والار 14. وعندنا ايه كمان؟ اللينك ريجستر والايه؟ والفول بانك والايه كمان؟ الستاتس. يبقى شويه الريجستر دول لو خزناهم هنعرف نرجع للبرنامج زي ما كنا. ان انا سايب البرنامج ايه؟ بشويه فاريبل في الميموري هيفضلوا زي ما هم. ايه الحاجه اللي هتبقى ناقصه؟ انا كنت واقف على اي انستراكشر دي موجوده فين؟ الهوجرام كاونت. والستاك بتاعتي كانت فين؟ دي موجوده فين؟ في الستاك بوينتر وشويه الريجستر في الفيل ده. يبقى انا عايز حته اخزن فيها الكلام ده. عايز حته اخزن فيها الكلام. هخزنها في ايه؟ هخزنها في
array ليها 2 dimension. لو انا بإمبليمنت الكلام ده عندي كام سلندر؟ لو الرسمه دي بعملها امبليمنتيشن عندي كام سلندر؟ يبقى النمبر اوف سلندر بتاعي بتلاته. عرفت هنا كونستنت اسمه نمبر اوف سلندر وحطيت فيه. بعد كده هما كام اليمنت اللي انا عايز التزم في الاستاذ؟ على الاقل النمبر اوف سلندر على اقل النمبر مش دول كام؟ 16. هقول لا جايز اخزن حاجات ثانيه، اخلي الاستاك بتاعك في بيرس ريت تشتري ايه تاني؟ اللي انا بقول دلوقتي ان المينيمم عايز اخزن ايه؟ 16 16 ربما هقعد اخزن حاجات كام؟ فهقول ان الاريج اللي شاور عليها البوينتر ده عبارة عن أري فيها كتير. لو أنا عندي ثلاثة سرنج بحتاج كام أري؟ ثلاثة كل واحدة فيها إيه؟ عرفت سرنج اسمها ستاتس. عرفت سرنج اسمها ستاتس. طولها وبعضها ثلاثة وطولها. يبقى ساعة لما عاوز أتكلم مع السرير الأولانية هيبقى ده زيرو. وعندي الـ16 السرير الثانية ده واحد. السرير الثانية ده السرير الثالثة يبقى ده عشان انت الايمنت ده. طبعا الباقي ده شويه كتير بفضل اطلع فيه. بص لي كده. ده الاستراكشر. مين في ال 50 واحد ما بيعرفش يكتب الاستراكشر دي سي؟ ده بوينت بتاع الاستراكشر ده. ده بوينت بتاع الاستراكشر. وده بوينت بتاع الالمنت. عرفت الاستراكشر ده داتا تايب. عرفت الداتا تايب اسمه بي سي بي تايب من الداتا استراكشر ده. وبعد كده هو عرفت منهم اري منهم ثلاثه اللي هم النمبر بي سي بي 0 بي سي بي 1 بي سي بي 2. الستريب دي احطها في بي سي بي 0 ده بي سي بي 1 ده بي سي بي 2. كل واحدة من دول فيهم 2 ان. نيكست والستاد بوينت. أنا عايز أكتب اللينك ليست دي. أهي. الكي سي بي واحد بتشاور عليها النيكست بتاع الكي سي بي 2. والكي سي بي 2 بتشاور عليها النيكست بتاع الكي سي بي 1. والكي سي بي زيرو بيشاور عليها النكست بتاع بي سي بي 2 لانها ايه؟ سيركلر لينكي. مين فاهم الثلاثه دول؟ مين مش فاهم؟ مين ما بيعرفش زيرو؟ مين اللي يعرف فرق؟ الناس اللي في اي سنه؟ خليني ده استراكشر عايز اعرف منه. طيب بعد ايه؟ طيب ايه؟ ايه بتاع بصي؟ مين فيك يعرف سايز ديف؟ مين فيك ما بيعرفش سايز ديف؟ مين فيكو هيكرر التحسينات ما بيعرفش يكتب برامج؟ ده جملة اعتراضية. ده في اجازة لا في الصيف لا بالليل كنت بتتفرجوا على التلفزيون اللي ما يعرفش يسيب سي بلس بلس على جافا على بايثون يبقى ما يبقاش مهندس حاسبات. فلان
ماشي دلوقتي ازاي؟ طيب تجيب منين؟ فيبقى لازم الواحد يعرف ايه؟ سي سي سي. فلما ما يعرفش سي هتتصل. الحاجه الثانيه اللي ماشي ايه كمان في السوق دلوقتي؟ الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج عايز ايه؟ بايثون. اللي ما يعرفش سي وما يعرفش بايثون هيتخرج ياخد الشهاده بتاعتنا ويعلقها فين؟ هيروح يبحث عنه من الاول من التركيب المشترك وبعد شهرين من السوق يبقى في الكلام عارف ايه؟ يبقى نعرف سي ونعرف بايثون ده ما يهمش حل. ازاي ما اعرفش؟ ازاي ما اعرفش؟ ليه اللي ما بيعرفوش سي بقى؟ واللي يعرفوا اوبشن اورياند من شرطه او سي بلس بلس في داتا تايب يسموه سيمبل وفي داتا تايب يسموه ايه؟ كومبوست. خدت داتا ستراكشر ولا لا؟ مش لازم. انتجر اكس انتجر تايب ده بيسموه سيمبل داتا تايب. لو حطيت اثنين داتا تايب مع بعض بيسموه كومبوست. في سي بيسموه داتا ستراكشر. في سي بلس بلس يسموه ايه؟ في سي الستراكشر ده هيتعمل منه فاليو. في سي بلس بلس يتعمل منه ايه؟ اوبس. يعني في شويه تانيين. كام واحد من اللي انا بقوله ده بالنسبه لي ايه؟ جيب. عشان ده الستراكشر بقى عايز اعرف فيه داتا تايب. بقول له الداتا تايب ده في تو فاليو بوينتر تو انتجر وستراكشر. يبقى ده الستراكشر. عايز اعرف منه طيب يعني زي ما بقول انتجر اكس عايز اقول في سي دي اكس. فعندي حاجه في سي اسمها تايب ديف. التايب ديف دي بقول له ايه؟ اعرف تايب جديد اسمه بي سي بي تايب من الاستراكشر بي سي بي. دول الاثنين مع بعض كاني عملت كلاس في سي بلس بلس. بعمل كلاس في سي بلس بلس في سطر واحد. هنا بعمل كلاس بي سطر. مين فاهم اللي انا بقوله؟ مين مش فاهم؟ بعد ما عرفت الداتا تايب ده تعالى تايب ايه؟ تايب. روح قايل عايز منه 300 الم. 300 الم عباره عن ايه؟ عن اريه، اريه ثلاثه في منه. ودي سميها الاستاذ. مين كده فاهم؟ مين مش فاهم؟ بعد كده عايز من الداتا تايب ده اعرف بوينت اللي اسمه راك بوينت مش هقول على ايه؟ على الالمنت اللي واخد السي بي بي. عايز يسمي لينك ليست. الفاريبل اللي اسمه نيكست ده يشاور على ده بقول له ايه؟ تي سي بي زيرو دوت نيكست ده بيساوي الادرس بتاع تي سي بي واحد ده الاوبريتور ده ادرس اوف تي سي بي واحد. مين فاهم؟ طيب ده بي سي بي مش عارف ايه؟
active instruction, TCB, TCBS, number 6. يعني اوفر ايه الاستراكشر اللي انت كل ده ليه كده مش قليل البروسيس دي لو هي مش او الفريك عايزه اقلل يبقى فيها كافيين قلت 16 اللي هم مين؟ ريجستر بص كده البوينتر ده هيشاور على مين؟ على المستهلك اللي هو فيه ايه؟ ده هيشاور على من ار 0 ل ار 14 المستهلك بوينتر اللي هو عجيب دول 16 17 20 زي ما يكون انا هقول لك عشان لو عشت اكتر من كده عايز تجي كام واحده في الحاله دي؟ ده هي بتاع ده هي وده هي وده هي وده هي عندي ثلاثه لكل سلك واحده والوحده دي في ايه فيها 100 كلمة انا عارف احط فيهم مين؟ الريجستر اللي بيسميهم ايه؟ الكونتكست سويتش اللي هو الريجستر 0 لحد 15 معايا البوزة بتاعهم ده من كل الريجستر كل سنة نعم؟ ايه؟ انا عايز اقول لك لازم حاجات تانية يعني انا عارف ان الاثنين ما عايز اخزن ايه؟ شوية الريجستر مين كان لحد ايه؟ اللينك ليست دي عملت مين؟ عملت الاسئله. الران بوينتر هيشاور قبل بره على مين؟ على اول واحد. فالران بوينتر هيشاور على اول واحد. مين فاهم؟ على اول ايه بالاداه اللي بتاعت الانجلس او بالبوينتر هي على اول ستيك بعد كده انا بقى في اول ستيك لو عايز اتعامل بروب مش هعمل ايه؟ مش محتاج انجلس لكن لو عايز اتعامل مع الاريه عن الحقيقيه في الانجلس هشرح شويه مع مين؟ ستيك بص
انا كان تاسك كبير وجاي بدرس وتاسك واحد ده كان بدرس وتاسك كتير ده كان بدرس رحت على كلمه الكومبايلر ده هو عباره عن ايه؟ باينري. الباينري ده رحت حاطه فيه الميموري بتاعت التيبر بتاعتي بقى كل فانكشن دي موجوده فين؟ في مكان في الميموري عنوانها فين؟ عنوانها فين؟ تاسك زيرو عنوانها في الادرس في تاسك زيرو وتاسك واحد عنوانها في الادرس بتاع تاسك واحد وتاسك اثنين عنوانها في الادرس بتاع تاسك اثنين الادرس ده عباره عن ايه؟ النوع بتاعه ايه؟ بوينت مين؟ يبقى ده عباره عن الثلاثة دول عبارة عن بوينتر فانكشن. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ البوينتر فانكشن دول عايز ابعتهم لمين؟ للسكيدجولر. لأن السكيدجولر أما التايم سلايس تخلص هيحط إيه في البروكر كاونتر؟ الأدرس بتاع الفانكشن اللي عليها الدور. الادرس اللي فانكشن اللي عليها الدور ده موجوده في ايه؟ في البروجرام كاونتر ده انت لو البرنامج كان اشتغل شويه لو البرنامج لسه شغال او لا يبقى خالص هيبتدي يبقى البروجرام كاونتر قيمته هتبقى بتساوي كام؟ عنوان الفانكشن مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ مين فاهم نصوص؟ فاهم انا عايز اروح اجيب عنوان الانستركشن اللي هنفذها من الكورس الثاني وانتم متفقين معايا ان دي هجيبها منين؟ من البروجرام لكن لو لسه الفانكشن ما اشتغلتش خالص البروجرام كاونتر قيمته في الاول هتساوي كام؟ عنوان الفانكشن اللي هو ايه؟ اول انستركشن في الفانكشن عنوان الفانكشن ده هو عباره عن ايه؟ الادرس بتاع اسم الفانكشن يبقى الادرس اوف تاسك 0 والادرس اوف تاسك 1 والادرس اوف تاسك 2 دول عايز اعديهم للفانكشن اسمها او اس اتس عشان تعمل بيهم ايه؟ عشان تقول للثلاثة سليب دول كل بروجرام كاونتر فيهم بيتجي لمين؟ كل بروجرام كاونتر فيهم بيتجي لمين؟ بالعنوان مين فاهم؟ اوكي تعرف اللي كان بيسأل فيه دلوقتي اللي كان بيسأل بعد الكلام ده كله التاني في العدد هشوف حاجه ثانيه المثال ده انا هختار ان انا نعم مين اللي بيعمل كده؟ الارض مين اللي هيعمل كده هنا؟ الاوبريتنج سيستم انا هكتبه هاخد في الارض معاك عشان دكتور هو الفكره ان الاول البروجرام كاونتر بيبقى متشاور على اول تاسك هتتنفذ صح؟ بعد كده هو عشان يروح على الفانكشن اللي بعدها فهو يعتبر بروجرام كاونتر هيبقى نيكست بتاعها صح؟ خلينا في المثال انا عندي كام تاسك؟ ثلاثة افرض ان انا هبتدي التاسك زيرو يبقى اول بروجرام كاونتر هجيبه من فين؟ تاسك زيرو من تاسك زيرو هبتدي من اي حته في تاسك زيرو؟ من الاول يبقى الادرس في تاسك زيرو ده المفروض احطه فين؟ في الداتا ستراكشر بتاع
مين؟ تاسك زيرو. وما تاسك زيرو يجي عليه الدور هاخد الداتا الاستراكشر ده واحط البروجرام كاونتر بتاعتي في البروجرام كاونتر الحالي. مين فرق؟ بص تاني، انا الاول عندي ثلاثه تاسكس في الهواء، دي اللي هيشتغل في الاول. المين؟ المين هيشتغل؟ هيجي ينفذ السكيدجول. السكيدجول هيعمل ايه؟ هيجي يشوف انهي تاسك اللي عليه الدور. لقاه تاسك زيرو، هيروح يجيب الداتا ستراكشر بتاعته. بخزن فين؟ في الستاك دي البروجرام كاونتر. المفروض يلاقي في الكونتنت بتاعك المكان ده مين؟ الادرس بتاع التاسك كده باين؟ طب شوف بقى في كده كتير ازاي. قلنا ان كل ثريد هيبقى ليها اري، وقلنا هنا عندي ثلاثه ثريد هيبقى في كام اري؟ اول واحده اسمها ستاكس اوف زيرو، والثانيه اسمها ستاكس اوف 1، والثالثه اسمها ستاكس اوف 2. معايا ولا مش معايا؟ قلنا قلنا الاري دي طولها 100 الف. هذا اللي عملتها انت هتلاقيني واخد حذر واخليهم 100 الف، وهعبي فيهم مين؟ اريج، وهعبي فيهم اريج. ادي ستاك زيرو. ستاك زيرو دي ستاك زيرو، ستاك زيرو دي طولها 100 ألف، ده الاليمنت بتبقى زيرو، وده الاليمنت بتبقى 99. ماشي؟ الستاك دي طولها 100 الف. حط النقطة دي، واحد بالظبط. في 100 الف. من زيرو ل 99. هحط انا بختار انا اللي بعمل ديزاين. هحط البروجرام ستيتس ريجستر في المكان نمرة 99 في البوتوم بتاع المكان، والبروجرام كاونتر في المكان 90، واللينك ريجستر في 97، والستاك بوينتر في 96. وانا طالع ايه؟ انا عندي ستاك دي اللي ناوي فيها اعدي الكونتنت بتاعت الثريد ساعة لما اكون هروح من فين لفين؟ من رام لاكتف، وساعة لما اروح من اكتف لرام هطلع الحاجة فين؟
من الستات دي واحطها على الستات. انا هرتبهم كده. انا هرتبهم. لو هما دول دي كلمه يبقى ده زيرو وده ستيب سايز ناقص واحد. معايا؟ لو هما الستيب لو الستيب سايز ده انا اعرفه على ان كل ستيب بمية ده انا كنت ما اعرفش بقى. يبقى الـ A من 99 ده ستيب سايز ناقص واحد. و البروجرام كاونتر ستيب سايز ناقص سوري ستيب سايز هنا دي 4 مين معاك؟ طيب انا في الاول خالص عندي من دي كام واحده؟ ثلاثه. عايز احط هنا ايه؟ عايز احط هنا ايه؟ عايز احط هنا ايه؟ اول انستراكشن في كل مين؟ فانكشن. اول انستراكشن في كل سريب انا عندي مين؟ ثلاثة سريب. انا لسه ابتديش. فعايز اعمل ايه؟ احط هنا في الداتا ستراكشر ده في الانشاليزيشن ده هنا بقى اول انستراكشن في كل مين؟ ثلاثة. انا ده اللي عملته هنا. قلت له ايه؟ تاسك زيرو ده عنوان الفانكشن اللي اسمها تاسك بقول له حطه في ستاك سايز بايز 2 بتاع الستاك سايز فانكشن واحد سو واحد فانكشن 2 يبقى كده عندي حاجات عايز بقى شغل اليو اس ده بقى البسيطه هعمل ايه؟
هاخد الران ده الران بوينتر ده واخليه هو انا ليه الران بوينتر ما عملتش من التي سي بي 0 دوت ستاك بوينتر هنا في السطر بتاع الران بوينتر لا انا هنا بشاور على ايه؟ بشاور على اللي في التي سي ده كله بصوا دي انا عندي ثلاثه ايه
ده اللي احنا عرفناه دلوقتي. جبنا اري، الاري دي فيها 2 بوينتر، اسف الليكي ليست فيها 2 بوينتر، بوينتر اسمه ستاك بوينتر بيشاور على اري. الاري دي المفروض فيها ريجستر. الاري ايه؟ عندنا كام واحدة من دي؟ ثلاثة. ده بيشاور على دي واحدة. هات العنوان ده وحطه في ار زي. ار زي بقى فيه ايه دلوقتي؟ ار زي بقى فيه الستاك بوينتر، هخليه يساوي ار زي. انا بجيب اني ايه في الاستراكت ده؟ اول واحد جبته بانه راد بولتر دوت اس دي او راد بولتر بس ممكن يشاور على ايه؟ على نفس الحاجه. بص كده ده راد بولتر دوت اس دي وده برضه راد بولتر. فجبت راد بولتر ده وحطيته في ارض. يبقى جبت عنوان مين؟ الستاك اللي انا بخزن فيها ايه؟ معلومات اول برنامج. معلومات اول برنامج ده هخلي الستاك بوينتر يشاور عليه. يبقى الستاك بوينتر بيشاور على البوينتر. واروح عادي اجيب شويه ريجستر. اهم واحد فيهم مشروع. اهم واحد فيهم البي سي. وانا دي اللي بص معايا، اهم حاجه انا عايز اجيبها عايز اجيبها البي سي. البي سي اسمه البي سي. انا عايز اعمل عايز اشكل البرنامج. البرنامج ده عشان اشغله لازم اخلي البروجرام كاونتر يساوي ايه؟ تاسك زيرو. وتاسك زيرو ده انا كتبتها فين؟ كتبتها مين معاك؟ انا عايز اجيب العنوان. العنوان هو المكان القبل الاخير في الاستاد. المكان القبل الاخير في الاستاد. بص كده ايه؟ ده بي سي ولا ايه؟ انا هنا جبت شويه ريجستر وبعدين جبت شويه ريجستر الباقي خلصنا. وبعدين جبت ده كمان. وبعدين جبت ده فضل اجيب ده كان من الله. دي فانكشن شغاله. هروح عند فانكشن تاني. لازم اعمل برانش على مين؟ على مين؟ مش فاهم لسه؟ يبقى انا لازم اجيب البروجرام كاونتر واحطه فين؟ اقول اللي عندي. بعد كده جبت الستيتس اهو. وبعدين رحت جاي في اكس من رحت جاي في اكس من يبقى كده انا عملت ايه؟ شغلت قبل. هو مش فاهم ليه انا
لا انا مش في نفس الحاله، انا عملت فوق مرتين هنا. الكونتنت بتاع الستاك بوينتر اللي هنا ده فعلا هيرجع لي مين؟ مش الثاني هيرجع لي مين؟ البروجرام بتاعي. بس انا ده هيرجع لي لينك ليست واحطه في اللينك ليست، بس ده ملوش اي لازمه دلوقتي. ليه؟ انا لسه ما ابتديتش. انا ايه اللي هعمله دلوقتي؟ البروجرام بتاعه ده اللي انا هحطه فين؟ اللي انا هكتبه فين؟ مين اللي بعد بس هحطه فين؟ في اللينك ليست عشان لما ابرانش هبرانش على مين؟ على الكونتنت بتاعي. نعم؟ مجرد عشان اجيب، مجرد عشان اجيب. هو في بوينت، في ايلمنت واحد مهم بس مش كله، لازم عشان اجيب. لكن انا فاضيته مين؟ دي ستيب. وابتديت ايه؟ بالبروجرام. يبقى ده هي التهديد. انا مش فاهمه ليه ما كتبناش هنا بروجرام كاونتر. نعم؟ انا مش فاهمه هنا ليه ما كتبناش ان هي بوك بي سي. الفاليو بتاع الشورت كاونتر ما بنستخدموش جوه الدوري. ما اقدرش اقول دي اكس دي سي. لكن هنا بقول له ايه؟ انا ريجستر الوحيد اللي انا عارف ان دي كانت هنا اللي في ريجستر، لان انا عارف ايه؟ ان دي انيشال فاليو. ليه دي انيشال فاليو؟ انا لسه ما ابتديتش. فالريجستر الوحيد اللي موجود الباقي كذا لازم تحتاج، لان انا كنت مدي انيشال فاليو للار دي والاي للار اربعه. فين عملت دي اكس دي ريجستر؟ مين فاهم ده؟ نعم؟ عشان عايز اقضي في الليست. في اللحظه دي الليست ارت ده انا مش فاكره. ليه؟ لان انا ما بداتش مكان. لكن هو موجود في الستاك. فانا كده حطيت الستاك كلها. نعم؟ الخير اللي في الاشتراك ان شاء الله. هيبيع البي اس ار. كل ده احنا بنجيب بي اس بيشال ستيك. بيشال ستيك الشرايزيشن بتاعي على ستيك دلوقتي. انت دلوقتي اما البرنامج يشتغل انا كاتب في البرنامج عندي ايه؟ موف زيرو الار زيرو. معلش بس هو انا يعني اول مره يشغل، فاكر ان الليك ريجستر، ثاني مره هيخدم ايه؟ ايه؟ أول مرة هيخزن اللينك ريجستر، ثاني مرة هيخزن ايه؟ نفس الـ بي سي. في اللينك ريجستر هجيب في الأول. ماشي. ده. ماشي. هيقرا ثاني مرة هيقرا مين؟ البروجرام كام؟ بس هيحطه فين؟ في اللينك ريجستر. بصي تاني من الأول، كل يوم إكس. إيه الحاجة اللي بتحطها في إكس؟ اللي موجودة في الستاك. اكس ده اللي هو ايه؟ الريجستر اللي هتحط فيه الحاجه. خلي بالك ده مكان في الميموري ما هوش الريجستر ليست بروجرام كاونتر. لكن ايه اللي مكتوب فيه هنا؟ الحاجه اللي انا ناوي احطها في البروجرام كاونتر اللي هي في الحاله دي عباره عن ايه؟ عنوان الفاضل. كان برنامج في النظام بتاعي
في الاخر عندي باينري شغال على المايكرو كنترولر بتاعه. في ايه؟ ثلاثة فاضل والسويتش ما بينهم ايه؟ السكيدول. السكيدولر ده ايه اللي هيخليه يروح من فانكشن لفانكشن؟ البرنامج اللي احنا كاتبينه ده بيشتغل من السيستم بالبرامج بالسكيدجر كله من جديد. ما عدا ايه اللي ناقص؟ ان انا ما بستناش لاي او ولا انا مختار بين عندي ثلاث برامج عايز اوزع عليهم السي بي يو كل واحد فيهم ياخد ايه؟ تايم سلايس. واما التايم سلايس سيرفس يعني ايه؟ يروح من ورا. اما التايم سلايس سيرفس يعني ايه؟ يروح للتاني. اما التايم سلايس سيرفس يروح لايه؟ يرجع للاول. هيعرف امتى ان التايم سلايس سيرفس؟ لو انا انيبل السيستم انطلق. لو انا انيبل السيستم انطلق. ويكون التايم بتاع السيستم ده يساوي ايه؟ التايم سلايس. مين معايا في الكلام ده؟ الحكايه ده ان انا عندي برنامج فيه ثلاثه ستريت. الثلاثه ستريت دول هدي كل واحد فيهم تايم سلايس. وعايز اكتب البرنامج بتاع الارخيبه كده منه فيه. هعمل ايه بقى؟ اول حاجه هروح على او اس ايه. هو ايه السرير ده اللي هيعمله؟ ان يظبط لي البارامتر بتاعت السيستم. ايه البارامتر بتاع السيستم اساسا؟ الكنترول. هعمل شويه الكنترول والبريورتي دي والكلام ده في الفاريبل اللي اسمها ايه؟ ان بيت السي تي مش عالي. وبعدين هروح مشغل او اس سريد اكس ريد اللي انا كنت لسه كاتبها دي. او اس اكس ريد دي هتعمل ايه؟ هتجيب الثلاثه بوينتر وتحطهم فين؟ في الداتا ستراكشر اللي هو الايه؟ ده اللي هتعمله الاكس ريد. وهتخلي الران بوينتر يعمل ايه؟ يشاور على ده. ده اللي يبقى ده ايه ده؟ ده انتوا عارفينه ان انا هظبط السيستم. وده هقاعد تاسك زيرو وتاسك واحد وتاسك اثنين لمين؟ للينك ليست اللي كان اسمها ايه؟ اللي كان اسمها بيشاور عليها باك واحد. الفانكشن اللي انا لسه مخلصها دي. بعد كده هستارت الاو اس. هستارت الاو اس بقى الفانكشن. هقول التايم سلايس بتاعتي قد ايه؟ هشغل السيستم هقول التايم سلايس بتاعتي واحطها في الريلود و هقابل السيستم بانترابت يساوي ايه؟ تقول لي فين الفاصل؟ ده هنا بريلود التايم سلايس وهنا باخد الثلاثه فاريبل اللي كان اسمه انترابت واثنين ومش عارف ايه وبعد كده جاي الفانكشن اللي اسمها ستارت و اس. ادي فانكشن اللي انا كنت لسه كاتبها حالا دلوقتي. الفانكشن اللي كنت كاتبها بالاسيمبلي حالا. الفانكشن اللي انا كنت كاتبها بالاسيمبلي حالا ستارت و اس دي عملت ايه؟ ابتدت اول مين؟ اول بروسيس بانها قالت ان الداتا ستراكشر ايه؟ بتاعت اول برنامج وراحت جايبه البروجرام كاونتر وجابت الادرس بتاع فانكشن مالتي وحطيته فين؟ في البروجرام. يبقى كده شغلت مين؟ اول. ايه اللي هيحصل لاي الاو اس بشكل كبير؟ السكيدولر بشكل كبير هو ده اللي هو فاضل ايه بقى؟ حصل السيستم ايه؟ انه حصل انترابت. يعني ايه حصل انترابت؟ التايم سلايس. قلنا اول ما التايم سلايس تخلص هيشغل ايه؟
فانكشن يبقى كده الاعتماد السيستك هاش هيكل السيستك هاش ده مين اللي هيشغله؟ الانترابت امتى؟ لما تلاقي سبايس لما تلاقي سبايس السيستك هاش ده هيعمل ايه؟ هيعمل شغلانه كبيره الشغلانه الاولانيه يخزن اللي كان بيشتغل فيه والشغلانه الثانيه يحط البرنامج اللي ناوي يشغل يبقى الشغلانه الاولانيه دي اللي كان واخد البروسيسور اللي كان واخد البروسيسور هيعمل فيه ايه؟ هيخزنه هيبوش شويه الريجستر في الاستيك وزي ما قلنا ان السيستم من نفسها بتعمل السيستك هاندلر بيخش في السياق من ار 0 ل ار 13 و ار 12 والبروجرام كاونتر والليك ديجيتال والبروجرام ستيتس يبقى فاضل ايه؟ انا مش الدليل ماشي مش معنى ماشي نعم ليه ار 0 ار 3 ار 12 عشان هو عايز يجي هو بيخزنه في الفاتح بص كده أول assistant handler هيشتغل زي ما قلنا هو هيخزن في الاستاد. هو مخزن أنا مش محتاج أعمله. بعد كده استفيد اللي هو هيعمل أنا عايز أخزن إيه بعد كده بقى؟ الباب اللي هم عشان كده هو مركز في الجيل. لكن واحد يقول إيه؟ أنا مش ههتم باللي بيعمله السيستم وأخزنه في الجيل. بعد كده جاء الران بوينتر. الران بوينتر ده اللي هو مين؟ بيشاور على اللي انا شغال عليه دلوقتي. انا عايز اخد منه مين؟ اللي بعديه. اللي بعديه ده بكام بايت؟ هروح مجمع عليه اربعه واجيب الستاك بوينت. اللي هيشاور لي على مين؟ على البروجرام اللي انا ناوي انفذه واجيب بقيته وابرانش بيه البروجرام. يبقى ده في الحقيقه السويتش. ده السكيدولر ده راوند الوسيله طبعا تصفر ده راوند الوسيله الستارت او اس ده كان ايه؟ اللي جاي البرنامج نفسه هو الاوبريتنج سيستم هم اللي هم فلاحظوا ان ريال تايم اوبريتنج سيستم لو عملت بسيط هيبقى خفيف بعد كده بيقول لك ان ممكن ريال تايم اوبريتنج سيستم يبقى 1 كي 2 كي ان انا عامل ايه؟ احط فيه اللي انا عايز بس احط فيه ان انا مين فين ده؟ ده هيذاكروه عندي لانه هيجي في امتحان الاسبوع. ده هيجي في امتحان هيذاكروه عندي. الامتحان هيبقى شبه امتحان السنه اللي فاتت ده امتحان السنه اللي فاتت في كل حته موجوده هيبقى فيه سؤال. هيبقى دايما في حاجه تكتب لي وحاجه تكتب لي وحاجه تسمعها شويه يعني ما بلاش نظر نعم بلاش نظري اللي احسن حاجه في الملاحه لا ده بيسقط انا اسهل ما علي ان اصلح المسائل بس ماشي بس انا الامتحانات بس هو الامتحان هيبقى ثلاث يعني مش هتسمع داتا شيت في الامتحان؟ ايه؟ تسمع داتا شيت مش هتطلع لك يعني اول مره اول مره فهيبقى الامتحان في الكورس اللي خدناه وفي الثلاث حاجات دول اما الماتش